ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حذرت أنا بوبوفا رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك من تناول الكحوليات قبل التطعيم ضد فيروس كورونا لمدة 14 يوما وبعده بمدة 42 يوما، حيث أوضحت أن المناعة ضد الفيروس التاجي تتشكل خلال 21 يوما بعد تلقي الجرعة الأولى وبعد 21 يوما بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك في. وفي سياق متصل قال الدكتور يوري ديريجين رئيس مختبر البيولوجيا المجهرية والفيروسات في جامعة موسكو إن جسم الإنسان يستعد لمكافحة العدوى بعد تلقي اللقاح، أما في حالة تناول الكحوليات قبل وبعد التطعيم قد يواجه نظامه الغذائي حالة من الاضطراب، وقد تتسبب المسكرات في هذه الفترة في آثار جانبية ضارة بصحة الجسم. فبالرغم من أن كأسا واحدة لا تتسبب في أي خطورة، فإنه يجب الانتباه للكمية المستهلكة وعدم الإفراط في تناول الكحوليات. وأوضح ديريجين أن كثرة تناول واستهلاك كمية كبيرة من المسكرات خلال فترة تلقي التطعيم قد يتسبب في توجيه ضربة مؤلمة إلى جسم الإنسان تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم وظهور الحساسية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.